هذا وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الذي تقدم باستقالة الحكومة، وقد كلف الرئيس السيسي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، كما كلف الحكومة الحالية بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للسيد الرئيس. هذا وقد قام السيد الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومه جديده من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزه تعمل على تحقيق عدد من الاهداف على راسها الحفاظ على محددات الامن القومي المصري في ضوء التحديات الاقليميه والدوليه ووضع ملف بناء الانسان المصري على راس قائمه الاولويات خاصه في مجالات الصحه والتعليم ومواصله جهود تطوير المشاركه السياسيه وكذلك على صعيد ملفات الامن والاستقرار ومكافحه الارهاب بما يعزز ما تم انجازه في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافه والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنه والسلام المجتمعي كما تضمنت تكليفات السيد الرئيس بشان تشكيل الحكومه الجديده مواصله مسار الاصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزياده الاستثمارات المحليه والخارجيه وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الاسعار والتضخم وضبط الاسواق وذلك في اطار تطوير شامل للاداء الاقتصادي للدوله في جميع القطاعات هذا وقد كلف السيد الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة